اجي لك يا كريم. يمكن البرونزيه اكيد تعني لك الكثير، كلمني عن حصولك عليها ومشوارك في البطوله كان ازاي، لعبت مين، يعني كلم الناس واشرح لهم على الانجاز الكبير ببرونزيه الكوميتيه 60 كيلو جرام. يعني الحمد لله كابتن، هي ميداليه البريمير ليج عموما، يعني زي ما قلت لحضرتك قبل كده في اللقاء اللي كنا مع بعض فيه قبل كده، ان هي يعني بتبقى شبيهه لبطوله العالم ويمكن كمان اصعب، لان بيبقى منافسين كتير ومن جميع البلاد، فالموضوع كان بيبقى صعب. وبعدين انا الفكره كلها ان انا لسه برضو زي ما قلت لحضرتك انا راجع، فستيب باي ستيب كده، فبنشوف الدنيا. فالحمد لله نفسك كمان مش بالظبط تتحدى نفسك، يعني تتحدى ان انت ترجع الحمد لله الحمد لله، فربنا كريم وربنا كرمنا. وكانت يعني برضو ماتش على الفاينل كان قريب، بس الحمد لله. لا ما تروحليش على الفاينل على طول يا كريم، خدني بقى واحده. لا لا ليه لا ما احنا ما اتخذت بقى احنا السيمي فاينل ماشي والكلام ده، احنا عايزين نشوف الاول ابتديت ازاي، البطوله كانت كام يوم بالنسبه لك، منافساتك كانت على كام يوم يعني بالتفصيل. هي البطوله كابتن بتبقى على 3 ايام، بتلعب اول يوم اتاهلت بتلعب على ميداليا، بيبقى في يوم في النص يعني، بس منافسين كانوا الاردن. كده كانت يوم 27 يناير، كانت يوم 27 يناير كان في منافسات، 28 ريحت، 28 ريحت، 29 نهائيه بالظبط. حلو، 27 لعبت لك كم مباراه؟ لعبت ثلاثه. ثلاثه فاكر كانوا مع مين؟ الاردن، اوكرانيا، مش فاكر الاخير. ثلاثه فزت فيهم؟ اه الحمد لله. حلو، اتاهلت اليوم 29؟ لا اتاهلت بالليل للكوارتر فاينل. كوارتر فاينل كان امتى؟ بالليل. بالليل نفس اليوم لعبت كم مباراه؟ هو المفروض كوارتر فاينل كسبت تلعب سيمي فاينل، انا خسرت في الكوارتر فاينل. حلو تمام، خليتك بقى على 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 قرعه ثانيه، على تلعب تلعب على ثالث وخامس. طب الكوارتر فاينل كان مع مين؟ كان مع ولد يعني بطل كازاخستاني، انا كسبه في البطوله اللي قبليها وهو كسبني في البطوله دي وهكذا. طب ترتيبك قريب منه؟ هو حاليا الثالث او الثاني، وانا بقيت السادس بتاعي. الحمد لله قريبين. الحمد لله الحمد لله. مش طيب، هو نقول يعني الخساره في كوارتر فاينال دي كانت بفرق كبير ولا كان الماتش مش كبير؟ لا فعلا كان بفرق كبير، خسرت بفرق 6 أو 7 نقط، ما كنتش فايق خالص، لكن بس عوضتها عوضتها وخدت برونز. الحمد لله الحمد لله يعني، انا مش يعني المهم ان انت ايه بتقوم تاني يعني. صحيح، برافو عليك، وده اللي عاجبني فيك. الحمد لله الحمد لله، ده اللي عاجبني فيك. طيب لعبنا يوم 29 ماتشات ولا ما لعبناش؟ لعبنا اخر يوم بقى على على البرونز. برونز على البرونز. كان مع مين؟ وكان مع اذربيجاني، حد من اذربيجان يعني، والماتش خلص 6-3. ماتش كان يعني كان في مصر، كفايه ان هو كان في مصر وعلى ارضنا والجمهور موجود، وكان حاجه فعلا. صحيح. فعلا بطوله كانت تشرف يعني. صحيح. تنظيم والجمهور، انا عمري شفت جمهور مصري يعني، انا ما كنتش عارف ان اللعبه مشهوره قوي كده. خلاص اللعبه بعد الاولمبياد دي انتوا بقيتوا في حته ثانيه كلاعب الكاراتيه، والناس واولياء الامور بتاخدوا رياضه صغيرين تروح تلعبهم، تروح تلعبهم ويروحوا يتفرجوا يعني. انا شفت اوتوبيسات جايه من الشرقيه والمنوفيه وحتت كده، وجايين يتفرجوا على البطوله ويشوفوا الناس ويتصوروا مع اللعيبه كانت حاجه فعلا مشرفه يعني.